بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. حين وسوف له بشي رمضان بشا أمرك وحاوي وفرصة العمر qofka muslimka looga baahan yahay inuu ka faa'iideysto. Waana wax sanadkii mar soo laabanaya, hal mar sanadkii imanaya. Idan walaalayaal, waxaynu u baahannahay adaamo aynu ku jirno xaalado culculus oo kow ka tahay caafimaad darrada caalamka oo dhan saameysay, inaynu bishan ka faa'iideysan. Waa midda koowaad ee qaababka aynu uga faa'iideysanayno, waa ii dambayn doonaan. Laakiin waxaa laynaga doonayaa, maadaama oo bishii Ramadaan ay soo dhowdahay, kow inaynu Ilaahay subxaanahu wa tacaala barino inuu bishaan nabad inagu gaadhsiiyo. Laana in badan waxaa dhacday, dad badan oo bisha Ramadaan habeenkii soo gelaysa habeenkaa dhintay, kuwa maalinkii Shacbaan yowmu shaki loo yaqaanay soddonaad maalinka qaar dhintay baa jiro, bisha Ramadaan ba soo gaarin. Walidaaba nabigu sallallahu calayhi wasallam waxaa sunnadiisa ka mid ah sida ka sugan qofka muslimka ah bisha Ramadaan markay soo dhowaato inuu ducaysto oo u yidhaahdo: ilaahow, bisha Ramadaan nabad nagu gaadhsii, ilaahayow iimaan iyo amni nagu gaadhsii. Ilaan haddii lagu fidneeyaba adigoo caafimaad qabo oo bishii Ramadaan kuu soo gasho, ama adigoon caafimaad qabin, ama adigoo amniyan iyo nabadgelyadii kaa kharriban tahay, de waxaa weye bishii Ramadaan sidii rabo looguma faa'iideysan karto. Waa hadda wax inagana haysta wey. Mise Ramadaan baynu soo marnay oo taraawiix iyo tahajud iyo cibaado? Sunnada nabiga marka waxaa ka mid ah sida nabiga ka sugan qofku markuu bisha Ramadaan arko amaba isoo dhowda inuu yidhaahdo: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وحديث نبي كسوم صلى الله عليه وسلم الإمام الألباني نقول تصحيحي أرن طلب هذا وقفك مسلم كان لو قبها يوحوي إلهي هدي سبحانه وتعالى وبشر رمضانك وقارسيه إن هذا إلهي النمع هذا وشكل الإمام النووي وحو ليه كتاب كيسة أذكار كان لو يقنع عنك وعليه سيدة السنة دي اللي تشعليه وناكس وحاوي قفك مسلم كأه أدي الله تبارك وتعالى النمع أوصيه وإلهي النمع أكسو كردية نلوشيسة أما إلهي بلائية رباطة وكقبته سيدة وناكس وحاوي يبلين إلهي النمع دي سكو شكريه وحان أغنى دمانتين إلهي النمع اللي وشكريه مدى أغنى وحاوي وهين إلهي طاعدي سكو وافتيه وإله سبحانه وتعالى أوكسي توفيق هذا عمل كي وانا أكسنا كقبته. ولذا إله سبحانه وتعالى إني نكو شكرنا إن فربضا لأن النعمة وين بإله تبارك وتعالى نسو قرسي سنة كان سنة كيسي ذاتك إن الله صومي قار بضانا كميدة ما أنتو قبوره كتيران أرنت صد حد إنه نقبه هي ولا ليروح هوي سو قريتان كبشا رضان إنه كفرحنا وإنه الماء كفرحنا أينو بشاري سنة وإنه سقو بشاري نبشي رمضان باسو قرسي يعني واحد أركي سادتك قار ضعفة الإيمان كأه بيش رمضان بيبكن نحان بيش رمضان بابسو قريتان كي دتك قار لين محاكر لمن إذا واحد اللي نقول بهن يا هاي بيش رمضان إنه كفر إحنا السبب الله بدم بفائدة كله ده هاي مركان سوقه جسديا فائدة إليه ده هاي عافمات بيله بيش رمضان كوي طبعا كي بلاد ديفشيدي دي سوي شقين يوا بيش كله نستان هو عافمات بدن إيمان كان هو كردساء وبشا حتى قفكي هل ما المساعد كان إيمان كان مصفك ورسوك له إذن هو إنه إلهي سبحانه وتعالى بشاسي إنه كفر إحنا إلهي نقول شكرنا.
نبي وحا كسون صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه رضي الله عنهم بمجيء شهر رمضان نبي صلى الله عليه وسلم صحابي دي سوحوه بشارين جري بشار رمضان سوق لتان كيد وحب نبي قورين جري جاءكم شهر رمضان وفرسات وحايدين يمد بشير رمضان بايدين تمد شهر مبارك النبي قورين جري صلى الله عليه وسلم وبالإله سبحانه وتعالى بركي كتب الله عليكم صيامه إلهينا إناد بشا سمتان بويدين كوا جبيي وبشا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنان بشا إذا دحيا دوحا لفرا الباب ذا جندا وتغلق فيه أبواب الجحيم نار تا الباب كذا نوال حرا إذا إننا نكفر إحنا وبالبركة سنة ونكسن طريقة فرادة رنا وقفة سنة وحا كميد أها إنقفك مسلم كأه ولي ماده عزمي أما عقد الصادقة أو أه إنه بشار رمضان إله دون نبتك جارسين وكفى هذه السنة الله تبارك وتعالى وحليه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يا مركين إنه إله قلبي أورد بشجنه أو إنه نية سنة بشار رمضان إله دون إنه جارسيو سيدا أو قيمة بدن أنا وكفى هذه صدق نبي نوح كسمه صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها قفك نية إيا قلبي كهم يا كدونا وناك إنو سمي لكن أن لوافة جنن إلهي سبحانه وتعالى وحو أقرى حسنة إيا وناك لما يستيران سيدا درتت وإن قلبي إيا نية إيا نوكلا إما نقو آن لبا ميدا فراد إلي نوكا بان يوحيتهاي قو آن مركي نو قارنو تي قو آن هدين تي لقار آن تخطيط لو سمين إيا تشدول علماء دو حي لهذان والأمان وهذه ديرو إلهي سبحانه وتعالى نوح ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به أماني وحما ترتو الأمالي وحو قيمة ما سميسو سيدا درتاد إني إنو مركن قوان لا إماننا وإني إنو كدرنا تيم تيبو وقت جاني هروتن وإني إنو حكا بدلنو سنت كي لنا قاب كان أشقين إني وإني إنو بدلو بشان كفا إيدي سنو وإنو مقرانا يساولا ليا البرنامج يومي إيه الليل لبضه من أنسى من سنة day إيه night لبضه وحكم إذا ودوين كل وقفة يسبيش رمضان إن الله إيمانه إن الله إيمان نية خالص لأن النبي حكسم صلى الله عليه وسلم إنه يري من قام رمضان إيمانا واحتسابا النبي صلى الله عليه وسلم قفك بيش رمضان استاجه وصلاة التراويح لما تهجد كاتر هذا إستغو إيمان يا الله وين أنت صدرت ذلك يا أجر الدون نبي حلو والله رافع دم بيسا دم بيسا هور مري والله رافع صدرت إن إنه لا إيمانه إله درتين إنه صنم تصنم كأصل بقول كي بس سجاشن يا سجال إستغاب بإخلاص كسم يسمب أوقف ودوسا إله درتي أسومين اسمه بقرين كرو لأن الصوم هو عبادات إلهي سبحانه وتعالى خاص قوة إن لأجان كن قف كن نسوميه إن كره إلا إلهي كريم بطال عنك قلبي لا فكر عنك قف كن نسوميه استجي إله من بيسلوك ودين كن قف هذه السنة نبشر رمضان ولا ليروح حكمي ده إن إني نبرنو علمي كنت علقة بشر رمضان هي أحكام تفقية كنت علقة حاسون كبرية محا مكروهة محا حارانة هيا اللي نقول بيني نبرنو تذكر waxa laga yaaba bishii ramadaan baa u soo gashay bishii ramadaan oo dhan uu soo meeyahay uu isku haysta laakiin waxa laga yaaba maalinka sama maalmo bishii ramadaan kamid ah inuu sanba soomin ba sababtoo ah ahkaamteedu ma garanayo marka waxa la inoo baahanyahay culimada nawaawini fuqahaada inaynu ka faa'iideysano bishii ramadaan ahkaamteed ahkaam gooni ileedahay mawsim kasta oo sanadka kamid ah ahkaamtiisa qofka muslimka waa waajib fardhu ayn ka faa'iisto wa khaasatan bishii ramadaan fiqii ahkaamta ku tacalluqa inuu barto qof kasto oo muslim ah rag iyo dumar qof kasto uu ku waajibay waa fardhu ayn sida bishii ramadaan ay ku waajibtay ayuu cilmigeeduna waajib ku yahay idan waa inaynu ka faa'iideysano barnaamij wanaagsan oo culimadu wadaan oo waxa weey bishii ramadaan caalam islaami ay luqad ku baxaya oo lagaga hadlayo ahkaamta bishii ramadaan inaynu maalmahan inta ramadaankiina soo galeeyno ka faa'iideysano uusan ino iman waxaan yaani ku soo gabagabeynaya maadaama oo bil khayr badan ino imaanayso
waa inaynu wixii hore ku jirnay oo dhan inaynu ka baxno niyiisano go'aan la iman toobada ta shuruudeeda waxaa kamid ah ay culimadu sheegeen qofku waa inuu qalbiga ka go'aansado dambigiisa mar dambe ku laabanay qofka niyiisan bisha Ramadaan inuu Ilaahay caabudo oo niyiisan bisha Ramadaan inuu cibaadeysto laakiin niyadiisa aysan ka go'nayn macaasidii iyo xumaanta uu ku jiray qadcan inta umrigiisa ka dhiman uu ka go'o banaanka ka maro qofkaasi taayib sax ma ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala uma soo noqon idan waxa la inaga doonayaa walaalayaal inaynu xumaantay ku jirnay oo dhan inaynu ka toobad keenno oo bishan Ramadaan waa bishii waa shahrul maghfira waa shahrul tawba wal inaba waa shahrul rahma inaynu ka faa'iideysano inaynu ka faa'iideysano Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wasallam waad garanaysan xadiiskiisi yaani qofka waxaa la oran karaa waa qof shaqi ah oo ayaan daran qof intay bisha Ramadaan u timaaday aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiisa dhaafinno san ka aan ka faa'iideysan saa darteed bishan inaynu dunuubtii hore ku jirnay oo dhan ka toobad keenno niyo wanaagsan la iimaaninayna ku noqonaynin inaynu dunuubtii hore ka fuqno Ilaahay subhanahu wa ta'ala amal wanaagsan inaynu uga faa'iideysano bisha Ramadaan oo inu yaani ka qaniimaysano bisha Ramadaan inaynu ka qaniimaysano waa bilaal aad iyo aad u qiimo badan marka khaasatan waxaan oran lahaa dhalinyarada muslimiinta ama Soomaaliyeed bisha Ramadaan waxaa jirta caado ay leeyihiin waa maxay baashaan la ciyaaro oo leeyahay nirdiga ama loo yaqaano laaduuda horta bisha Ramadaan qaar bay xukun oranayaan sheekdaanu maalinki ma ciyaaray habeenki baan ciyaara horta bisha Ramadaan aslan habeenkeed iyo maalinkeed waa barakeysan yihiin maalinka xurmada uu leeyahay buu habeenku leeyahay bal habeenki baa cibaadaad iyo xiyaalo gooni ay iska leh marka habeenka hadeen soo jeedina walaal inaynu ku soo jeedno quraan inaynu ku soo jeedno inaynu ka faa'iideysano barnaamijina anfacaya diiniga dunyada inaynaan habeenkeena ku dhameynin macaasi inaynu ku dhameynin wa jazakumullahu khayr intaas aan ku soo gabagabeenaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii wanaagin sheegney mid Ilaahay isaga wajigiisa lagu doonayo oo Ilaahay ridiisa lagu rabo oo khayr lagaga helo akhira Allah nooga dhigo wixii naga khaldameyna hada waxa uu Ilaahay baan dambi dhaaf ka wadiisanayna wa jazakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.